يقدم لكم هذا البرنامج برعاية فيليبس. أنتم الآن مع برنامج هذه حياتي. هذه حياتي. هنا يا ماشي بعيد بزاف اصلا كاين ولاد موسى في بومرداس لا لا ماشي هذه ولاد موسى تاعنا من هاد أسة العطف ايوا مرحبا بكم ودوك نروحو نشوفو روحو ولاد موسى اوكي نطلع معاك اوكي هيا يلا حبيبنا هكذا طلع في روحك هذا هو الحوش تاع جدودي الله يرحمهم الله يرحمهم من هذا هو اسمه ولاد موسى من أسة العطاف تكونت ودا ولاد العطاف كاع كانوا يسكنون هنا من تكون العطاف هذا هو الحوش تاع جدودي هنايا كما كنت تشوف هنايا هذا هو اسمه ولاد موسى ومن هنا تكونت العطاف من اسمه كاع اللي كانوا يسكنون هنايا ولاد العطف منهم اللي هبطوا ولاد العطف يكونوا العطف.
هذه هي الجبانه وين مدفون الشيخ ربي يرحمه ومدفون خويا ومدفون كاع حب ولاد العطاف ومام العائله تاعي كاع ندفنوا هنايا في هذه المقبره. كل دائما كل جمعه ولا نتوفيتي نزورهم ستورهم نتوفيتي برك انا ان شاء الله. شحال عندهم اللي فقد الوالد تاعك؟ عندهم من 2000 2000 والاخ؟ اخ للعام اللي فات. هذا هو القبر تاع خويا الحسن الله يرحمه. عنده العامين برك من اللي مات الله يرحمه. هذا هو الكبير فيكم. هذا هو هذا هو الكبير. ما شاء هذه بريمير من بيت القرايه تاعي محمد محمد سوسي سوسي علمني الاصول تربيه دنيا هذا هو الاستاذ ديك التحليل تاعي صراحه الله يبارك فيك علمت فكري وبيدي انت المدرسه الاساسيه علمت فكري وبيدي انت المدرسه الاساسيه شكرا والف شكر يا استاذي. ودرست في المدرسه اللي كانت مبنيه ببناء الجاهز لكن هذه جي هذيك هذه اسمها غير كلمة تبنيات جديدة اسمها هذيك هي البناء الجاهز وهذه ايوه هذه راح يجي يشوفك ولا؟
الله غير اليوم مره على مره يزورني. يزورني وكل من يجي ويكون بالسياره نتاعو الا يوقفها وينزل يحييني ويسقسيني على احوالي. والشيء الجميل في عبد الرحمن يتصل بي ويقول لي يعطيني عدد الفائزين ويروح يشري لهم جوائز قيمه ونكرموا بها الاطفال ونشجعهم. هذا الشيء يعني دائما يعملوا. كل نهايه سنه يقول لك اعطيني عدد كل الفائزين. كل نهايه سنه يتصل بي يقول لي يعطيني القائمه نتاع الفائزين. نعطي له القائمه ويروح. علمتني العلم والتكنولوجيا وجسمي سالم بالرياضه البدنيه. علمتني العلم والتكنولوجيا وجسمي سالم بالرياضه البدنيه. انا نشر. يعطيك الصحه. كان شكون يحكي لنا عليك؟ الله يبارك فيك. بلي خرج اجيال واجيال واجيال كاع خرجها. وانا نحبه بزاف انه كان فعلا كان وقته كان تلميذ هادئ وكان رائع. كان يحضر الدروس نتاعو بانتظام وكان يحب الحصه كثيرا التربيه البدنيه. هو كان قويا في اللغه العربيه وغير ميال للرياضيات. ما يحبش الرياضيات كثيرا. لكن ما يحبش يحسب. المشكل اللي نلقاه معاه انني لما نقسم التلاميذ الى فوجين لاجراء مباراه كل فوج يريد عبد الرحمن. يحوس يلعب معها. هذا هو الشيء اللي كان يسبوني عبد الرحمن. هذه هي إكمالية ملك بن نبي. هذا هو السيام اللي قريت فيه. شكرا يا ولادي على إبراك. شحال ما سمعت هيهات. شكرني يا ولادي على عبارك. هذه مدة شحال ما سمعت هيهات. وفقني يا الله ونوفي بعهدي. وفقني يا الله ونوفي بعهدي. شكرا وألف شكر يا ولادي. شكرا وألف شكر يا ولادي. شكرا وألف شكر يا ولاد بلادي. شكرا وألف شكر يا ولاد بلادي. هون دوكا نروح نشوفو ليسي تاعي. كير اخويا مرحبا بكم. كيراكم دايرين؟ مربي انسان مربي. وهذه الميزه يعني الاولى اللي كنقول عليها انه الانسان كان متخلق بزاف. متخلق وانسان يعني عاقل ومنضبط. هذا الشيء اللي ونظن هما ياكدوكم على هذا السلوك احسن منه. Thank you.
عليكم. السلام عليكم. البلعه. اش رايك صافا لاباس بيها؟ لاباس. صاحب الدجاج الملك يا ملك. واش رايك لاباس؟ لاباس. يا شويه. لاباس. هذا هو خويا. هذا هو. هذا هو كيف تاعكم؟ الله يبارك الله يبارك. انت اللي فيك ولا انت مخليك؟ بزاف مخليكين. اخويا لازم نتحلى فيه. اما انا وقفت معاه شويه فك كان يلعب وقفت معاه وسيتو. قلت فرج عليه دائما نوقف معاه. ديجا ايام مش ملي درتو ديك الزجره عيط لك عيط لك بلاحظ. عيط لك. ونطلبوا له النجاح ان شاء الله. ان شاء الله. ديما صحابو كاع ان شاء الله. ان شاء الله. يمكنك قلي هذه وهذه أو هذه بالطريقة نفسها التي تخبزين فيها هذه وهذه أو هذه تماماً بعد الانتهاء من شواء هذه وهذه أو هذه. فيليبس إير فراير أفضل مذاق للطعام من دون الزيت. ابتكار وأنت فيليبس. أمان 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 ما ننسوش حبابنا وهاي ودي يا مرحبا بضيوفنا يا الليلة عندينا درنا اليوم شفنا شفنا ديجا استقبلتونا بالتمر والبن هذه من عاداتكم كيكون عندكم ضيف ولا نستقبلوه بالبن والتمر الله يبارك اليوم درنا شفنا وين قريت شفنا وين لعبت شفنا صافي حكيناش عبد الرحمن واش من عام زايد لو دو سات 88 ايوه للعائلة شحال عدد أفراد الإخوان 14 أخوة. الله يبارك الله يبارك 14 قام الزوجين باقي ثلاثة من منهم أنت سمع أربعة منهم أنت واختش إن شاء الله معول إن شاء الله هاني سمع في أخويا محمد والشيخ ومعد أنا إن شاء الله هم أمو العمل إن شاء الله وخلاص المرة لقيتها وكل الصايم سيبون منين من بيتنا بيتنا شوية شوية الحرار عائلة نقول لك عائلة فاميليا الله يبارك الحمد لله خويا ان شاء الله ربي يكمل ان شاء الله ان شاء الله صافي العام الجاي نحضروا عرسك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله من بركة شوفوا العجوز هما روح 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 هذه هي الحاجة صفر الحاجة امس الخير اهلا كيف خير
شراك الحاج لاباس مليحه واش الاحوال؟ الله يسلمك الحمد لله انت راك مليح الله يلاباس الحمد لله مرحبا بكم وليدي الله يبارك فيك الحاج مرحبا بولادي تاكا للجميع ان شاء الله الحمد لله يا رب ربي يحفظك الحمد لله انا عند عبد الرحمن مرحبا بك جابنا عندكم مرحبا ورشيد راه متهلي الحمد لله ايوه هو متهلي فيك الحمد لله يا ربي الحمد لله متهلي فيك الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الكبده واعره الكبده واعره الكبده واعره وكنت كنت تفرجي فيه زعما داير الماتش في التلفزيون إيه؟ واهي لعبت تشوفي واحد كاسه هكذا قاصو ضربو هكذا مره والله العظيم لحتى قالوها وطاح هديت نجري للتلفزيون حسبت روحي نروح نفد التلفزيون ولا منش هديت نجري حتى لحقت عندهم بعد وليت والماتش مع اللي يكونوا اون شوكو لا هي تخرج هنا ما تفرجش معاك نعم ما نتفرجش تبقى الدور تبقى غير تدعي يا ربي يا ربي يا ربي حتى ربي يجيبها في الصوت حتى ربي يجيبها والله ما نقعدها خاطر مع تاع المنتخب الوطني منتخب لا لا مع الصيف كيما لعبوا تاع الكاس طلعت لي لقطه 14 واش من الكاس هذه؟ من الخوف الجمهورية فينا ما بثنا ما لا لا ما اسمها ما سياسة طلعت لي والله 14 طلعت لك مع من ابنا؟ مع بجزاد انا كيف اللغة؟ كيف اللغة؟ يسمى يسمى الله مش يسمى سيربي حد العاصمة هي سيربي بالمزداد هي سيربي تعرفهم كاع وتعرف السيستم تاع 3 بوان بلي ربحوا 3 بوان تعرفيهم انت كي يدوا 3 بوان تعرفي بلي داوهم شحال نقصتهم النقطة باش يدوا الشامبيون ها الشامبيون ها تعرفي شحال نقصتهم النقطة الشامبيون بالنسبة ما قراتين في دروس محمل الأموية قرات 6 سنين شحال ما قريتي قرات 6 سنين علاه قريتي يوم الحاجة هذوك 6 سنين كيفاه علاه قريتي في محمل الأموية علاش نقرا القرآن ونقرا الهداف بابا نقرا القرآن ونقرا الهداف الهداف ما يخطينيش الهداف خبر رياضي ها والله كل يوم كل يوم عندي دراهم محطه لي نجيب لي الهداف خبر رياضي شو شلون كاتبين عليه انا خاصه والله ماشي في خاصه المصحف الانسان يروح لمكه يبغي يقرا المصحف يبغي الانسان ماشي الوحده الدنيا غرب بها ولي الدنيا هذه غرب الانسان ما ينفعنا غير الصح صح اي صح هذيك هي وحتى المصحف ما كاش كيما كملت السنة هذيك اللي نحوس عليها كملت السنة المصحف إيه كملت في رمضان المصحف كملتها كاملة الحمد لله يا ربي هذه اللي نحوس عليها ما على بالوش ما على بالوش تقعد هنا في ديك البلاصة الصباح وتحل الكتاب ذاك الكبير هذاك وتقرا تقرا كل يوم تقرا 4 باج 5 باج 6 باج شاك فوا شاك فوا تقرا هذا اش ندوم عليه الله ربي يكتبها لك في ميزان الحسنة الانسان كي عنده كاع مال الدنيا وما تجيش كيما ديك البلاصة اللي نروحوا ليها نقول لهم كاع كي عندي كاع مال الدنيا هذه الدنيا نخاف من ديك نخاف من الاخر الحمد لله الحمد لله الله يجعل ربي يهدينا لطريق الحق ان شاء الله ان شاء الله الله يجعل ربي يهدينا وحنا قلوب على بعضهم بعض الحمد لله يا ربي مدام يرفع هذيك لا بليسير داواتي بار تيليفون ها جيب البصل وخلي مليحه هذيك ودير الزيت الزيتون كي قلتي له ماما قلتي لي قلت كيف هو قال لي مايا دارت لي في رجلي الدمله هذيك ايوا هذيك ولا الدمله احنا نقولوا المايا كل واحد شوف بصله كنا بكري الوسم كيدير هكا دير دول العرب خير من تاعك يدير بصله هذيك الخشينه هكا ويدهنها بزيت الزيتون ويديرها فوق النار هكا تسخن مليح مليح يكمد بياك شويه يكمد ومن بعد يحطها على هذيك وغاد من داك الصباح طايبه صباح طايبه هذيك خدمنا هذيك هذيك السخانه طيبها سما داويتيه بالتليفون داويتيه ونسيبها هنا تاع الفلول هنا وتاع الدرع شوف جيب بصله سخنها وجيها سخن زيت الزيتون هذا شنو كتقول يا ما قلت هاوني نقول لازم ودرتها عبد الرحمن شكت لكم ولا درتها مليحه ريح الحمد لله وكي جا هنا عاودتها له ثاني كاين عاودتها له درتها له وندير هذه هي العائلة كما قلت لكم هي هنايا هنا هي هنا هذه روح الحجة هذه هذه الجوز كما شفتوا هذه عمتي أيوة هذه عمتي هذه مكت خويا رشيد هذه صغيرة هذه امسيت اي هذا وليد خويا رشيد هذا وليد عمي عبد الله هذا صاحب وليد بن عوده هذه لما صغر
انت رشيد هذه يكون وهذه عمتي هذه عمتي وهذيك صالحة بنت خويا رشيد وهذه أمل بنت عبد الله منال تبارك الله منال هذه العائلة تاعنا الله يبارك فيكم الله ونقول لك دينا الشرف باش مدينة قناة الشروق تجيني هنا وربي يحفظكم وراكم هنا في عائلتكم الثانية ومرحبا بكم في أي وقت بيا ولا بلا بيا مرحبا بكم في أي وقت ربي يحفظكم هيا روحوا هيا هيا هلا رايحين اعطيني جيب هذه صفقي اسير صح يا رب اي خلاص انا رايحين اي ميرسي يعطيكم الصحه الله يفرحكم هذه وريدة السلام عليكم السلام وريدة واش هي وريدة جوار اونطريل عبد الرحمن ايوه وكان هو يدير الكارديو ويتيري ايوه ديفون لعب معاه في الوسط هذيك البالو جبتي معك البالو والحاله ومعوله وغيرها معوله على عبد الرحمن S'occuper du linge de toute la famille, chaque seconde compte. Avec la gamme Perfect Care, Philips révolutionne le repassage. Aucun réglage de température. Une vapeur puissante pour un repassage parfait sur tous les tissus sans jamais les brûler. Le meilleur des repassages, sans aucun réglage. Philips, la marque de repassage numéro 1 dans le monde. Innovation and you, Philips.
عندك واحد تزوج جديد لازم يخدمش بزاف مع الجوار ومع الجوار وما عندوش الوقت. هذا راه روبو فيه كلش يا خويا، ربي يحفظكم. روبو فيه كلش، الله يسلمك. هكذا باش ما تتعبش عبد الرحمن خويا. يا خويا واش نتعبك انت؟ صافا لاباس بيان، صافا لاباس. والله غير صافا، اتفضلوا. الله يزيد فضلكم. مرحبا بك. يا خويا صافي بليزير حضرنا لك عبد الرحمن. الله يبارك فيك. مرحبا بكم خويا. الله يبارك فيكم. حجة مساء الخير. مساء الخير. واش راكي؟ مرحبا بك. واش راكي لاباس؟ مليحة. هضرنا هنا وقلنا لازم نفلوها له. الله يبارك. وفرات الله يحفظك. واش راكي لاباس؟ شكون هذه؟ هذه وليدي. الله يبارك. الله يبارك. واش راكي الحجه؟ الله يبارك يا خويا، كلشي بالبركه. والله لاباس الحمد لله. والله الحمد لله كامل لاباس. الله يبارك فيك الحجه. الله يبارك فيك يا خويا. بالهنا بالهنا ان شاء الله. قررتي خلاص؟ قررتي انت ولا هو؟ لا هذا هو شافي. سمع عامين، احنا عندنا عامين من اللي جيناكم. ايه عبد الرحمن طولتها شويه. طولت على الظروف. الظروف الوقت ما كانش. عبد الرحمن دوك نقدروا اللي يديروا هي باسكو عبد الرحمن على بالنا دوك راه لاهي وراه سيفيل مازال ما مشاش الباطي تاعو. بسم الله نقدروا اللي يديروها عبد الرحمن ان شاء الله. أوكي. عبد الرحمن الله يخليكم تلقاو ان شاء الله في الصاله. ان شاء الله راه نفوتوا زين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا خويا كلشي بالبركه وان شاء الله العقوبه الاولاد صالحين ان شاء الله يا ربي الاولاد صالحين. وحتى اصيل هذه اللي كنت تضربها هذه بتبع شيدي. معليش عبد الرحمن انت تحب تروح راح تاسك ولا بين معك مشغول. ربي يخليك. عيط الله فيكم. ربي يحفظك يعطيك الصحة. الحجة. نعم. مال عبد الرحمن ان شاء الله اليوم نفرحوا له ان شاء الله يا ربي. الله يجعل ان شاء الله البركة. ان شاء ربي يعطيكم صحتكم انتم وصلتونا وربي يخلصكم ان شاء الله. ان شاء الله السعادة. ان شاء الله ان شاء الله. يا خويا ان شاء الله كل شيء بالبركة. وان شاء الله نزيدو من بعد نكملوا معكم قاعدة في لاصال. شوفوا عبد الرحمن. فوالا. شوفوا بالكوستي يحاول هذاك الحلاق. ربي يحفظك. ما من حاجة انت ثانيك ما نعطلوكش بزاف على بالنا الضيوف عندك بزاف لازم توقفينهم. اه صح. ان شاء الله معليش تحبي تروحي الحاجة روحي. اه صحيح. وربي يحفظكم ان شاء الله. ربي يحفظكم. ربي يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. أصيل تريحي معنا ولا تروحي؟ تروحي معنا. تروحي؟ روحي روحي عند الرشيد. روحي روحي عندي. روحي.
ايه هذا هيا صحيت صحيت وربي يحفظكم ان شاء الله. اليوم على بالك شنو العرس تاع ام عبد الرحمن؟ تروحي شنو راكم دايرين بروغرام تاعكم؟ بروغرام شارجي على بالك والله بروغرام شارجي هكذا يسمى معطليكم يسمى لا لا ماشي حاجه ماشي معطلينا ولا على كل حال مي لو بروغرام كشغل صباح الخير هادو شكون هم؟ اش رايكم لاباس شكون هذا؟ هذا وليد اختي محمد الامين محمد الامين هذا وليد اختي تسكن في عين الدفله وهذيك بنت اختي تسكن في جلف هلا واسمها هلا 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 و هلا محمد لامي محمد لامي هلا محمد مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا من قلت لي البروغرام شارجي؟ البروغرام دروك على بالك حنا يسمى كما يقول لك عرس تاع ليله تدبيرتو عام حنا بون عندنا بزاف ملي رانا نبروغرامو في هذا العرس هذا يعني رتبنا له عده امورات باسكو عبد الرحمن راه معروف تاع فوتبول اكسترا دونك معناتها كاين ناس بزاف يجوها سواء من العطاف ولا اور العطاف وين نلعب سواء في سطيف ولا البرج ولا هادشي ولا معناتها كاين ديزانفيتي بزاف دونك معناتها رتبنا له عده امور رتبنا له باش يفوت العرس تاعو يفوت شباب يفوت في ظروف عاديه في ظروف عاديه راشد راه خصك انت المناجر تاع في كره القدم في العرس انت المناجر ولا شنو؟ توجور دائما انايا دائما راني نقول بالك هذه المره التاليه كي نزوجوها قال لي روح دبر راسك ان شاء الله ان شاء الله الله يبارك اخويا ان شاء الله كل شيء يدوز بيان ان شاء الله ان شاء الله ندوزوا معكم الفرحه ونفرحوا لكم ان شاء الله ان شاء الله انتم ثاني عين الدفلة مرحبا عين الدفلة وشلف شلف مرحبا واش راكم لاباس الحمد لله يا اخي انا جيت نشارككم راكم قابليننا الحمد لله الله يحفظك الوحيد اللي الحمد لله الله الصباح باش نبدا نحرق الفورمات الله يحفظك انا اسعد ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله جوز روح روح شكرا لك بعد اخذت الديسكوست راس بعد الديسكوست راس مالك من دون الدوخ ولا هذه مليحة جديدة Thank you.
نعرف لا
كاتيجوري يصغر وكبر واللي نسى يقرا الاسطوري وين نروح والعلم طالع ديما في بدوري عشقك هب لي يا الخضرا بي يا بوري برضو يحبونا يا دي كاتيجوري يصغر وكبر واللي عبد الرحمن خويا مولاي السلطان السلطان عبد الرحمن مولاي السلطان والله فمي حشود 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 تاع يا كاع لي جوج زوانا كاع شكون الحشود خويا مبارك عليه ايوب ايوب بلال بلال ونبغي كاع الناس كاع ايوب ايوب
صلوا على محمد صلى الله عليه وصلوا على محمد صلى الله عليه وصلوا على محمد صلى الله عليه يدوم هاد الفرح ويبارك لمواليها جات الطاكسيات من البعيد تبات جات الطاكسيات من البعيد تبات ايه جات الطاكسيات من البعيد تبات جابوا طبق الحنة السكر والشمعات صلوا على محمد صلى الله عليه صلوا على محمد صلى الله عليه ياي صلوا على محمد صلى الله عليه يدوم هاد الفرح ويبارك لمواليها جابوا طبق الحنة السكر والشمعات جابوا طبق الحنة السكر والشمعات ايه جابوا طبق الحنة السكر والشمعات يا الفرح راهو عندنا العقوبة لكل بنات صلوا على محمد صلى الله عليه صلوا على محمد صلى الله عليه ايه صلوا على محمد عليه اليوم يدوم فرحكم ويبارك لماليها الليلة نديروا الحال وغدوة نزوروا الخيرة صلوا على محمد صلى الله عليه صلوا على محمد صلى الله عليه صلوا على محمد زيدوا في الصلاة عليه اليوم يدوم فرح ويبارك لمواليها القصبة والبارود دوات في هاد الليلة يا القصبة والبارود دوات في هاد الليلة القصبة والبارود دوات في هاد الليلة الرقصوا يا البلاد وزيدوا فتو الويلة صلوا على محمد صلى الله عليه صلوا على محمد صلى الله عليه صلوا على محمد صلى الله عليه اليوم يدوم فرح ويبارك لمواليها بنتي تدير في الحنة بمقايس دهبة بنتي تدير في الحنة بمقايس دهبة بنتي تدير في الحنة بمقايس دهبة تسعد عند راجلها وتبكر بولادها صلوا على محمد صلى الله عليه صلوا على محمد صلى الله عليه صلوا على محمد صلى الله عليه يدوم هاد الفرح ويبارك لمواليها حشود سلمى وسكون سلمى ايه يا حشود ديننا
لداه الريح وهايب بيض الريح قدم لكم هذا البرنامج برعاية فيليبس.